الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت اللجنة المالية النيابية عن تسلم 300 ألف موظف أكثر من راتب، فيما عدت طرح عملة فئة 20 ألف دينار خطوة إيجابية. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوتشر إن الرواتب تصل إلى 70 تريليون دينار، حيث أن بعض الموظفين يستلمون خمسة رواتب، وهذا مخالف للمعايير الدولية، مضيفا أن العراق يحتاج شهريا لعشرة مليارات دولار لتأمين النفقات. عبر متقاعدون عن غضبهم بسبب تأخر رواتبهم المواطنة على مصرف الرشيد بفروعه المختلفة في العراق، وامتنعت إدارة المصرف عن صرف رواتب الموظفين بذرائع غير مبررة ومبهمة بعد أن أعلنت في وقت سابق إيقاف التقديم على السلة في عملائها دون سابق إنذار. هذا وتعاني إدارات المصارف في العراق من أزمة كبيرة وصلت إلى حد إبرامها صفقات فساد كبيرة وفقاً للتقارير الصحفية. كما تستمر إدارة مصرف الرشيد في التخبط بقراراتها وإدارتها لمصالح عملائها لتصل إلى حد تأخير تسليم مستحقات المتقاعدين رغم إطلاقها في المصارف الأخرى وسط استياء المتقاعدين. أعلنت وزارة التخطيط الحالية أن هناك 7000 مشروع متلكئ ومتوقف في العراق، وأوضحت الوزارة أن مشاكل تعاقدية إضافية إلى العمليات العسكرية تقف وراء توقف المشاريع في العراق. وكانت تقارير حكومية كشفت في وقت سابق عن توقف آلاف المشاريع التنموية في البلاد منذ سنوات بذريعة قلة التمويل المالي في بلد تتجاوز ميزانيته السنوية 120 مليار دولار، ويشكل النفط أكثر من 90% منها. قالت هيئة استثمار البصرة إن ما وصفتها بشح الأراضي تعد من أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في البصرة. وأضافت هيئة الاستثمار أن عدم وجود أراضي لإنشاء المشاريع يقف عائقا أمام توفير فرص استثمارية، مضيفة أن الإجراءات القانونية البيروقراطية تعيق الاستثمار في البصرة، مشيرة إلى سحب عدة إجازات من شركات ضمن المادة 28 من قانون الاستثمار بسبب تلكؤ تلك الشركات. كشفت جمعية الصيادين في هور الحمار بمحافظة ذي قار عن هجرة نحو 4000 صياد إلى مناطق أعالي الفرات في محافظات النجف وكربلاء والمثنى بسبب تداعيات جفاف مناطق الأهوار. وقالت الجمعية إن هناك 153 عائلة كانت تمتهن الصيد وتربية الثروة الحيوانية، فقدت جميع إمكانياتها للمعيشة وهاجر أغلبهم إلى مناطق أخرى. ودعت الجهات الحكومية إلى تشكيل لجان وزارية مختصة لمعاينة واقع الصيادين ومعاناة المسطحات المائية بسبب الجفاف الذي طال جميع مناطقها. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز، السلام عليكم.